يلا بينا نلعب باراجون دي اوفر برايم. الجيم ده هنلعب برايم بيج وهن جنجل وسهل بقى. ايوه بقى ايوه بقى هو ده الكلام. احنا نلعب برايم بيج ازاي بقى؟ برايم بيج مش صعب. افضل حاجه ليه انك انت تخش بيه جنجل. وبتبتدي انك انت تزود الكيو والاي بتوعك اكتر، ان هما اكتر حاجه بتدي دامج يعني. وبتفتح الرايت كليك عشان تساعدك لو هتجري ورا حد او تهرب من حد. فانت لو بتخش بقى تنط عليهم بالرايت كليك، بعد كده تعمل كيو تستنوا، بعد كده تعمل اي تعمل لهم سلو. والالتيمت مش لازم دايما تعمله، بس ايه ممكن تعمله يعني على حسب السيتويشن بقى. بس انت شغلانتك بقى كجانجل يعني انك رحلات كل شوية تخش ايه تساعد التيم بتاعك، تروح تجانك حد تروح كده تقدروا عليه وتقتلوه. بس بالنسبة بقى للايتمز بتاعت رامبيج، فانت محتاج تجيب له حاجات كلها ديفنس وهيلث وكده، انك تساعدك انك تفضل فترة اطول في الفايت، فتيمك يكسب يعني الفايت. بتاع ده ليفل كام؟ بتاع ده ليفل 6. ادو اد ام ادعسوا. خصوصا بقى لو انت حتى هتقتل الكاري يعني، فدي هتبقى مهمة اوي انك انت تخلص التيم بتاعك من الكاري بتاعه، عشان هو هيبقى رخم اوي لو جاب ايتمز وبقى قوي. فلو انت ترخم عليه في الايرلي جيم وهو لسه ضعيف، احسن ما هو يبهدله في الليت جيم بقى. نقتله فيز وبعد كده نقتله. برضو ايه محتاج انك انت تسيب لهم الكلات شويه، متبقاش كده بتسرق منهم الكلات، متبقاش بني ادم خنيق يعني. واه حلو يعني انك انت تجيب كلات وكل حاجه، بس انت برضو مش يعني لما الكاري بتاعك مثلا يجيب كلاه، فهو ايه هو هيبقى في ادله كتير قوي يعني. تعالى يا يا ابن ال اخسر. سامع صوت برضو بقول عايز في حد. بس كده الله لا لا كاونتس ماتت. لا بقى انت كملك كاونتس. يا لهوي يا لهوي هو عماني، بس يعني ايه جبته الحمد لله. كويس ان هم معهمش مردك. ارجع بقى ايه اطلع نفسي. بس طبعا انت يعني هتزود الديفنس اكتر حاجه، بس ايه على حسب بقى اللي قصادك يعني. احنا قصادنا دلوقتي في ناس يعني اكتر الناس فيزيكال دامج، فانت ممكن تستخدم بقى فيزيكال ديفنس. تعالى تعالى دينا دينا برضو قوية اوي. فلو احنا قتلناها في الاول كده او يعني بهدلناها في الايرلي جيم، هيبقى حلو اوي بالنسبة لنا. ما معاه مورد ولا ايه؟
فك اجيب البرايم ده، مش عارف لو معاهم ورد هيجوا يقتلوني ولا ايه. خد يا عم، خد في وشك. المهم بقى انت كجانجل تجيب السبيريت والجارديان ده، انهم بيفرقوا قوي في الليد جيم، يعني ممكن ما يفرقوش دلوقتي بس بعدين هيفرقوا، خصوصا الجارديان ده لما بيكبر يعني كل ما بتجيبه بيدي دامج للكور بتاعهم والطوارئ بتاعتهم، فممكن تكسب الجيم بس انك انت تقتل الجارديان. عشان كده معظم العراك بيبقى على الجارديان اصلا، الموضوع بيبقى انتنس جدا. بقى نجيب توين بلاست. قول يا سيفراج يا جامد. والله ده اعلمي، وسيفراج ورامبيش في جيم واحد ده حاجة جامدة بجد. خلينا نجيب دي، اروح اشوف الدنيا ليفت ايه. بقالي كتير ما رحتش ليفت. انا جاي يا رجاله. ايه ده 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 ايه ده، ايه المعجنه دي؟ لا 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 لا، ميوريال لا، كله الا ميوريال ولا التواو ولا التواو ولا بس انا بس انا متضربش على ميوريال. لا فين التاني؟ فين الباقي؟ ايوه بقى عصبوناش كده. انا شفتش حاجه اصلا، بس اللي هو ايه، اضرب وخلاص احمي صحابك. بس الحلو بقى لما بتعمل الاتاك بيبقى عندك هيلث ريجن، والهيلث بتاعك بيزيد والدمج بتاعك بيزيد، وبترمي الطوبة من غير انيميشن، اللي هو تدوس كي واحد ترمى على طول، وبتكبر كده بتحس انك قوي اوي. الموضوع حلو اوي. يا دينا كلام على ايه؟ لا خلاص والله، خلاص. ايه ده؟ ايه ده الكلام؟ ايه اللي في الادب دي؟ يا لهوي يا لهوي حبيبي يا ميوريال، والله رجولة. مشكلة فيز دي، كل دول رايحين على توب لاست. بجد جماهيره كتير بجد. قول يا جامد، قول يا جامد. هو ده الكلام، يلا بينا يلا بينا جارديان، خش عليه خش عليه ما يهمكش. خش يا جارديان، خش يا جامد، ارجع ورجاله. اقعدي بقى اسكتي بقى شوية، فكرتلك قبل كده وعديتها لك، لكن بقى مش كل مرة بقى. حلو حلو، عملنا أداء كويس. لا لا لا، انت بتعمل ايه يا حضرتك؟ هو يا انت يا ابن الحلال طلع، مش انا فعلا. خلاص والله والله خلاص. يا لهوي، حوني حوني، عدي الحاني. يا دول طلعوا كذا حد، حد الحاني الحوني الحوني.
الحقوني. حقوني يا لهوي ميري، تاني مرة ينقذني بجد بجد، مش عارف اشكرك ازاي. كنت بحسبه لوحده والله، كنت كان ممكن اقتله. بس والله ده اعلى من 6-0 و23 كلاية جامد وجي جي والله العظيم. يعني مكاني مش هنا. بس كده يا شباب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوة دي كلها. سلام 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 سلام.